منافسة محتدمة إذن، وأجواء ساخنة تسبق انطلاق السباق الرئاسي الأمريكي بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب. فكل من المرشحين يحاولان في الأيام الأخيرة قبل البداية كسب أكبر عدد من الأصوات، وتحديداً في الولايات المتأرجحة التي يعد الفوز بها مفصلياً للوصول إلى البيت الأبيض. وقع المنافسة يشتد بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة. في ولاية كارولاينا الشمالية يتقدم ترامب على منافسته هاريس بفارق نقطة واحدة بحسب متوسط الاستطلاعات الأمريكية، ويبدو أن هذا الفارق يوسعه ترامب في ولاية جورجيا بفارق نقطة ونصف بين النوايا الانتخابية. لكن بنسلفانيا تبدو شاهدة على ما قد يعتبر تعادلاً في شعبية المتنافسين، وتعد هذه الولاية المتأرجحة الأثقل وزناً من حيث عدد المصوتين بالمجمع الانتخابي. في ولاية ميشيغان تميل الكفة لهاريس، لكن بفارق نقطة مئوية واحدة عن منافسها دونالد ترامب. وتشير الاستطلاعات إلى أن حفاظ هاريس على هذا الفارق في ويسكونسن صعب نوعاً ما بالنظر للفارق الذي يكاد يصل إلى نقطة واحدة. وأما في ولاية أريزونا فتبدو الكفة مائلة إلى ترامب بفارق نقطتين عن هاريس، وقد يكون هذا أوسع فارق بين الاثنين وفقاً لمتوسط نتائج الاستطلاعات الأمريكية. وخلافاً لأريزونا ينحصر الفارق بين ترامب وهاريس في ولاية نيفادا إلى أقل من نصف نقطة مئوية. لمعرفة الأوضاع على الأرض ينضم إلينا في واشنطن إبراهيم حسناوي، ومن ميشيغان إياد الجغبير، وفي جورجيا يتواجد هناك مجدي يازجي. أبدأ معك من ميشيغان إياد الجغبير، أبرز المعطيات لديك لحد الساعة في هذه الولاية المتأرجحة. نعم فضيلة، كما تعلمين بأن الأيام الحاسمة هي أول 4 أيام من شهر نوفمبر، وهي الأيام التي تسبق الانتخابات الرئاسية. في ولاية ميشيغان المعادلة مختلفة تماما عن كافة الولايات، لأن أصوات العرب فيها بالنسبة للجالية العربية تلعب دورا هاما. في عام 2016 تمكن الرئيس ترامب من هزيمة هيلاري كلينتون بفارق 1000 صوت، وفي عام 2020 تمكن كذلك جو بايدن من هزيمة ترامب بفارق ما يقارب 90,000 صوت. ولذلك أصوات الجالي الأمريكيين من أصول عربية تفوق هذا العدد، وبالتالي هناك رغبة كاملة وهناك إرادة سواء من قبل كامالا هاريس أو من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في أن يحصدوا هذه الولاية. بالأمس تواجد هنا الرئيس دونالد ترامب، تخيلي بأنه ذهب إلى كافي شوب عربي وجلس فيه وتحدث مع جالية عربية، وأكد بأنه سوف يقوم إنهاء الحرب في جنوب لبنان، لأن صاحب هذا الكافيه أو صاحب هذا المحل هو لبناني. تمت دعوة العديد من الأمريكيين من أصول عربية إلى هذا المحل، ووعد الرئيس دونالد ترامب أن يقوم بإنهاء الحرب في جنوب لبنان. قبل أيام كذلك كان هناك جالية أمريكية من أصول يمنية لديهم عدد كذلك ليس بالقليل في ميشيغان توجه إليهم ترامب، لذلك نرى بأن هناك رغبة حقيقية. هذه بالنسبة للأمريكيين من أصول عربية وماذا يريد كل من الرئيس السابق دونالد ترامب وماذا تريد كامالا هاريس منهم. لكن دعينا نتحدث بأن أرقام استطلاعات الرأي شبه متعادلة تماما كذلك في هذه الولاية، لذلك الاهتمام بالأمريكيين من أصول عربية أو من أصول أي أقليات أخرى تجد اهتماما بالغا وواسعا وكبيرا في هذه الولاية فضيلة. نسبة استطلاعات الرأي متعادلة، تقل تفوق أي مرشح عن الآخر تقل عن نقطة واحدة. إليك فضيلة. ننتقل من ميشيغان من عندك إياد إلى إبراهيم حسناوي الذي يتواجد في العاصمة واشنطن. إبراهيم، تتابع المشهد قبيل هذه الانتخابات، أهم الانطباعات لديك؟ آه
فضيلة، أهم الانطباعات ربما هي حالة من الاستقطاب، حالة من الانتظار والترقب لما ستسفر عنه الأيام الحاسمة القادمة. 3 أيام بالضبط تفصلنا عن الموعد الانتخابي الهام في تاريخ الولايات المتحدة. من الذي سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، كامالا هاريس أو دونالد ترامب؟ هل سيتمكن دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض؟ ربما هذا مرتبط بالكثير من الملفات، مرتبط بقدرته على إقناع الناخبين في هذه الأيام الثلاثة، خاصة في الولايات المتأرجحة، خاصة في ولاية بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وباقي الولايات المتأرجحة الأخرى. هناك أيضا ملف أو نقطة مثيرة للاهتمام، وهي قضية استطلاعات الرأي. المرشحان متقاربان جدا وفقا لاستطلاعات الرأي أو لأحدث استطلاعات الرأي، رغم أن هذه الاستطلاعات تحمل هامش خطأ كبير جدا. هناك من يصفها بأنها مسيسة، هناك استطلاعات رأي تميل إلى الجمهوريين وأخرى تميل ربما إلى الديمقراطيين. ما يثير أيضا هو تركيز كل مرشح على مجموعة من الملفات، لكنها في الغالب ملفات مرتبطة بشكل مباشر بمعيشة الأمريكيين، تمسهم بشكل مباشر. الرئيس السابق دونالد ترامب يركز على قضايا الاقتصاد، على قضايا الهجرة، يحاول أيضا استقطاب الأقليات كما ذكر زميلنا من ميشيغان، يحاول استقطاب الأقلية العربية خاصة في هذه الولاية المتأرجحة المهمة، وأيضا يحاول استقطاب الناخبين من الأمريكيين اللاتينيين، بينما تركز كامالا هاريس أيضا بدورها على بعض الملفات الأخرى المرتبطة بالقضايا الاجتماعية، خاصة ما تعلق منها بقضية الرعاية الصحية وأيضا قضية الإجهاض. نعم فضيلة، ننتقل الآن إلى جورجيا. مجدي يزجي هناك. جورجيا كانت عنوان كبير عام 2020 في الانتخابات الماضية بسبب الجدل الذي دار حولها وقتها. هل وضع الولاية ربما أكثر وضوحاً؟ فضيلة، بالعكس، وضع الولاية أكثر رمادية وأكثر ضبابية حتى. يعني اليوم كنت أتحدث مع مجموعة من الأمريكيين هنا، وبالفعل هناك حالة صادمة، تغير ديموغرافي حقيقي موجود على الأرض لعملية التصويت المقبلة. يعني الكل يعرف موضوع الانقسام الذي كثر الحديث عنه جدا في الداخل الأمريكي، وأن هناك تمترس من الأمريكيين السود تحديدا خلف هاريس، وتمترس من الأمريكيين البيض خلف ترامب. الحالة هنا معاكسة ومغايرة تماما. استمعت للعديد من الرجال السود تحديدا الأمريكيين يقولون أنهم سيقفون مع ترامب لأنه هو عراب الاقتصاد، وهو عراب الأجندة الاقتصادية والرواية الاقتصادية الأفضل. واستمعت إلى رجال أمريكيين البيض يقولون أنهم سيقفون مع هاريس لأنها ستحمي البلاد والديمقراطية، ولا يمكن لهم أبدا أن يحتملوا 4 سنوات أخرى جديدة لما فعل ترامب في ولاية الأولى، ولا يمكن أصلا أن يتكرر سيناريو الهجوم على الكونغرس، معقل الديمقراطية الأمريكية، في 6 يناير كما حدث عام 2021. وبالتالي في حالة لخبطة ديمغرافية كبيرة جدا فضيلة، إن صح وصفها بذلك، هنا في الداخل الأمريكي. أيضا نقطة لافتة للغاية هنا تجري، المراهنات قد تكون مؤشر فضيلة، هناك من يرفض اعتمادها كمؤشر، ولكن هناك مراهنات مالية قد تكون بملايين الدولارات، وهي تراهن على ترامب 55% مقابل 45% لهاريس. أيضا نقطة أخرى كنا عالجناها بتقرير فضيلة، وهي موضوع الاتهامات بالتضليل والاتهامات بالتزوير الجارية هنا في هذه الولاية، حتى اضطر المسؤولون الانتخابيون في ولاية جورجيا أن يخرجوا للعلن ويقولوا أنها اتهامات مزورة، ويحمل روسيا هذه المسؤولية. دعينا نتابع هذا التقرير الذي أعددناه. بعد 4 سنوات لا تزال ولاية جورجيا في عين العاصفة الانتخابية الأمريكية. فخلال عام 2020 وقعت الحادثة الشهيرة التي طلب فيها الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب من مسؤولي الانتخابات في الولاية أن يجدوا له 11,780 صوتا، وهي الحادثة التي قادت إلى اتهامات لترامب بمحاولة قلب النتائج. الآن وفي انتخابات عام 2024
تجد الولاية نفسها مضطرة لتكذيب تسجيل مصور لناخب يدعي أنه مهاجر من هايتي، وقد صوت مرات متعددة لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس. مسؤول الولاية أكدوا أن جورجيا مستهدفة ضمن حملة ممنهجة لنشر المعلومات المضللة حول الانتخابات فيها، في محاولة لزعزعة ثقة الناخب الأمريكي. في المقابل أكد مسؤولون فيدراليون أن روسيا تقف وراء هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل. يشار إلى أن ولاية جورجيا تعد متأرجحة، وأصواتها قد تكون حاسمة في فوز المرشح الجمهوري ترامب أو منافسته عن الحزب الديمقراطي هاريس. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، أتلانتا. محاولات ضرب الانتخابات الأمريكية من الداخل بالتشكيك في نزاهتها، إضافة للمخاوف المستمرة من التدخلات الخارجية لروسيا وإيران والصين، قضايا تمثل التحدي الأبرز والأخطر لنجاح العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة. لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفينا في واشنطن، المحلل السياسي الخاص في سكاي نيوز عربية عماد الدين أديب، وكبيرة الباحثين في معهد الشرق الأوسط الدكتورة رندا سليم. أهلا بكما مرة أخرى. أبدأ معك يا أستاذة رندا سليم فيما يتعلق بمخاوف التدخل الصيني أو الروسي. رأينا بوادر ذلك منذ انتخابات عام 2016 وأيضا انتخابات 2020. هل تبرز هذه المخاوف بشكل أكبر مع هذا الانقسام السياسي الحاد الحاصل في الولايات المتحدة؟ لا، أكيد في مخاوف. المخاوف بالنسبة لتأثير على العملية نفسها، العملية الانتخابية، مش موجودة، لأنه الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية لديها المقدرات أنه تمنع أي محاولة بالعملية نفسها، سير العملية الانتخابية. هلأ التخوف هو من التأثير، أو المحاولة كانت هي التأثير على مستويين. المستوى الأول هو الخيار للمواطن، الخيار للناخب عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق يعني التأثير على الخيارات. والثاني هو التأثير على التشكيك، التأثير على موضوع التشكيك أو التقويض في نزاهة العملية الانتخابية. ومن هنا التخوف أنه يصير في خلق شك خاصة داخل الحزب الجمهوري بنزاهة العملية الانتخابية، خاصة إذا خسر السيد ترامب. أستاذ عماد، تابعنا هذه الإشكالية في الانتخابات الماضية، قضية التشكيك في النزاهة، اتهامات من ترامب بالتحديد فيما يتعلق بولاية جورجيا. هل برأيك هذا تكتيك ربما يحاول من خلاله ترامب إيهام المجتمع الأمريكي بأن انتخابات الولايات المتحدة أصبحت كأي انتخابات أخرى في العالم الثالث، يعني انتخابات غير نزيهة؟ هو ترامب دائما يستخدم الخطاب الشعبوي، لأنه هو يؤمن بالنظرية الشعبوية. يعني ستيف بانن اللي هو المنظر بتاعه علمه ذلك، بالإضافة للصفات الشخصية اللي هي موجودة عنده. ما يحدث الآن أن كل طرف يحاول أن يضرب الآخر في مقتل. مثلا تشوف إعلان من الإعلانات اللي هي في نهاية الإعلان بيقولوا أنا فلان الفلاني I sponsor or I approve this ad. في إعلان طالع في 6 أطباء نفسانيين من كبار الأطباء النفسانيين يتحدثون على ترامب على أنه مريض سايكوباتي، يسمى بالاسم على أنه مريض سايكوباتي، خطر على الرئاسة، خطر على نفسه، لابد أن يدخل مستشفى نفسي. وبعدين بيطلع جمعية الأطباء النفسانيين تقول إحنا نؤيد هذا الإعلان. في نفس الوقت الإعلان المضاد لحملة ترامب تتحدث بقوة عن أنه السيدة هاريس تقوم برفع الضرائب، بتشجيع المهاجرين، بتشجيع القتلة وخريجين السجون من المهاجرين من المكسيك إلى دخول الأراضي الأمريكية. كل طرف يحاول، نمرة واحد أن هو يطمئن قاعدته الانتخابية، نمرة اثنين يشكك في خصومه الآخرين، نمرة ثلاثة يعمل على اكتساب
ودي نسبة مش قليلة، اللي ما يسمى بالأندسايدد فوت، الأصوات الغير محسومة في الوكلاء في الولايات المتأرجحة. نحن الآن ممكن أن نشهد أنه مجموعة ترامب تعد ما يسمى بالإنجليزية building a case، بتحضر كيس أو حالة يمكن على أساسها إذا لم تفز أن هي تقول أنه لدينا شواهد منذ بداية التصويت المبكر والتصويت بالبريد أن هناك مخالفات شديدة في هذا الموضوع وتطعن بهذه الانتخابات. فبالتالي يأتي دونالد ترامب ولا يعمل كونسيدينج أو تصديق على هذه الانتخابات، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث في التاريخ الأمريكي. 1824 حدثت، 1876 حدثت، وسنة 2000 الواقعة الشهيرة اللي هو كان بطلها ترامب نفسه والتي اتهم فيها بأنه قام بتحريض المتظاهرين لما وصل لستة يناير. فإحنا الآن أمام كيس ممكن تكون هكذا، إذا فاز لن نسمع سطر واحد عن كل ذلك. أي مخالفات. ولكن أيضا أنا أريد أن أتحدث عن هل هذه المخاوف دكتورة راندا بتدخل روسيا والصين أو إيران مبررة؟ هناك تسويق لهذه الفكرة حتى من الديمقراطيين، حتى من إدارة بايدن، تابعنا الكثير من التصريحات التي تتحدث عن تدخل روسيا في هذه الانتخابات. لا، هي مخاوف مبررة لأن هناك كثير من الدروس التي تعلموها الماكينات الانتخابية المختلفة من 2016 و2020، خاصة ب 2016 كان هناك عملية عن طريق السوشيال ميديا للتأثير على خيارات الناخب الأمريكي، والكثير من الذين كانوا يتبعون هذه السوشيال ميديا أو هذه الويب سايت تأثروا بهذا. وهذا اسمحي لي سيدة راندا، هل هذا يحسب يعني وقتها لروسيا؟ يعني ألا يفترض بالنظام الانتخابي بأنه قلل من كل وسائل التدخل؟ يعني أن تتدخل روسيا ربما لم يعد أمر عادي عام 2024، حدث ذلك عام 2016، أن يحدث ذلك عام 2024 أليس من المستغرب؟ بس في كتير ويب سايتس يطلع إليها الناخب الأمريكي وليست هي تحت إدارة أمريكية أو تحت سيطرة الحكومة الأمريكية. بقى هذه الويب سايت هي التي تعمل على التأثير على خيارات الناخب. هلأ الاحتمال أن تقدر أنه تقدر سوريا روسيا أن تؤثر على النتائج، يعني أن تعمل نوع من الاختراق أنه تأثر على النتائج، هذا شوي صعب لأنه في دروس تعلموها من 2016 ومن 2020 يقدروا يصونوا أو يحترموا نزاهة العملية، يعني عاملين فاير وول بهالموضوع. بس في عندك كامبين صار له من 6 شهور ماشي على السوشيال ميديا للتأثير على خيارات الناخبين وبث أكاذيب عن مشاريع هالمرشح وهالمرشحة هالمرشحة. في نهاية المطاف سيد عماد، أنا عايز ألفت النظر بس النقطة مهمة، إن في التاريخ الأمريكي الرئيس أندرو جاكسون في انتخابات وقتها حصل حاجة. إحنا عندنا يا إما الإنسان بيفوز بالصوت الشعبي وبالمجمع الانتخابي أو بالمجمع الانتخابي وما يخدش الصوت الشعبي. في حالة الرئيس أندرو جاكسون ما حدش فاز ولا بالصوت ولا بالمجمع الانتخابي، فحصل هانج اوت، حصل ازمه في الانتخابات. نحن امام انتخابات قابله لكل المفاجآت الممكنه، الطرف الف يفوز او الطرف باء يفوز او باء يعترف بفوز الف او باء لا يعترف بفوز الف او لا احد يصل إلى حالة أندرو جاكسون. يعني الاحتمالات متعددة، هذه ليست انتخابات يكون فيها متغلب واضح ومحسوم، واستطلاعات الرأي حتى الآن والدكتورة أقدر مني تجاوب مش بالضرورة دقيقة في أن هي تعبر عن حقيقة ما يحدث. طيب أنا أعود دائما لموضوع روسيا، الدكتورة لا تستبعد أن يحدث ذلك لأنه كما تقول هناك ويب سايتس كثيرة تقوم بخداع الأمريكيين. لماذا أساساً تتدخل روسيا؟ يعني لغاية اللحظة ليس من المعروف المرشح المفضل لدى روسيا. روسيا دولة معاقبة
والسلاح الذي يستخدم ضدها هو سلاح مقدم لأوكرانيا من الولايات المتحدة، والدعم المالي الأكبر هو من الولايات المتحدة، فبالتالي هي لديها إشكالية مع نظام إدارة بايدن، تحاول أن تقول بأي طريقة أو أخرى كرد فعل نحن لدينا تواجد موجود ونستطيع أن احنا نجعل حياتكم صعبة أو نخلق مشاكل، أو هو نوع ما هو الأمن السيبراني أصبح أحد أدوات الحرب الحديثة. يعني كان الأول كانت الحرب هي بقوات ثم دخلت بعقوبات اقتصادية، دلوقتي اختراق الأمن السيبراني ومحاولة تعطيل نظام انتخابات أو تعطيل البنك المركزي لدولة أو اختراق قاعدة بيانات لوزارة الدفاع أو مثل هذه الأمور هو أحد أدوات الخلاف. أستاذة فضيلة، فين عقب على الموضوع؟ طبعا هدف روسيا هي خلق نوع من الاختلال الأمني والسياسي داخل الولايات المتحدة. لما بيكون في نوع من هالاختلال الأمني والسياسي، هيدا حيجبر الولايات المتحدة تركز الأنظار على الوضع الداخلي وتأخذ كتير من الريسورسز من الوضع في أوكرانيا. يعني هي مهمة إنه تقيم الاهتمام الأمريكي بأوكرانيا وتركزوا على الوضع الأمني الداخلي، وهذا هو الهدف الأساسي حالياً في الانتخابات. يعني في نهاية المطاف روسيا تتدخل يعني بخرق الأمن السيبراني فقط للتعطيل وتخريب العملية الانتخابية، وليس لترجيح كفة مرشح دون الآخر كما يعتقد البعض، لأنها لا تستطيع أن تخرب العملية الانتخابية. هناك مثل ما قال الأستاذ أديب فاير وولز، يعني في دروس تعلموها من 2016 و2020، بس فيها تأثر على الآراء الشعب الأمريكي في نزاهة العملية الانتخابية، وهيدا هي اللي عم تحاول هلأ هي خلق. هو سؤال للدكتورة، نسبة اللي ممكن التأثير عليهم، وإحنا النهاردة بنتكلم، امبارح كانوا 45% كتلة الناخبة صوتت مع يوم 5، أكيد في ناس كتير عندهم أراء، فالمجموعة دي يعني مش بالضرورة هي اللي تكون الحاسمة في لا المنطقة. لا ما ضروري. هلأ ب 2020 66% من الناخبين يلي هن مسجلين صوتوا، يلي كانت أكبر نسبة من 1900. هلأ هالسنة يمكن حتى يمكن نتخطى 66%. شكرا لك يا دكتورة رندا سليم، كبيرة الباحثين في معهد الشرق الأوسط. أشكرك أيضا الأستاذ عماد الدين أديب، محلل سكاي نيوز عربية. شكرا لحضوركما معنا في هذه النافذة.